نروح لأسبانيا وبالتحديد لفريق برشلونة اللي بيعاني من لعنة إصابات أصابت أربعة من نجومه وآخرهم جافي اللي بيغيب عن فريقه منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي الحالي. وعانى روبرت ليفاندوفسكي من إصابة في الكاحل أمام بورتو يوم الأربعاء الماضي، بينما أصيب جويل كوندي ولامين يامال أمام غرناطة يوم الأحد الماضي، وسيغيب ليفاندوفسكي وكوندي عن الملاعب لعدة أسابيع، في حين أن إصابة لامين يامال ليست خطيرة للغاية لكنها جعلته يخرج من معسكر إسبانيا في التوقف الدولي الحالي.